تحياتي وتقديري أحييكم حميد عقبي من باريس، أتمنى لكم إن شاء الله أيام وليالي سعيدة. أذهب بكم وفي هذا اللقاء سأذهب معكم إلى تأملات حول أفلام سينمائية عربية وعالمية. اسمحوا لي أن أذهب إلى فيلم عليه الكثير من الضجيج والكثير من الدعاية، وهو فيلم أولاد رزق 3 القاضية للمخرج طارق العريان، وهو إنتاج الهيئة أو هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية. في هذا العمل حقيقة نبدأ بالتعريف، طبعا وهذا شيء يعني موجود تجدون المعلومات عنه: بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، سيد رجب، نور الغندور، محمد الممدوح، أحمد فتحي، هنادي مهنا، سلوى خالد، ماجد الكدواني، محمد لطفي، نسرين أمين، محمد عبد الرحمن، علاء الشربيني، إياد نصار، رزان مغربي، أسماء جلال، وكريم عبد العزيز في ظهور خاص تأليف صلاح الجهيني. هذا العمل الذي يعني وجدت عليه ترندات وموجود عليه هاشتاجات والآن يعرض. كل الصحف الآن الأقليجية تقريبا وخاصة السعودية والمصرية تركز أن هذا العمل استطاع أن يدخل 6 مليون دولار أو 7 مليون، وهو أنتج ب 12 مليون دولار تقريبا، وأنتج بتقنيات وبمساعدة تقنيين عالميين وبحضور خاص للملاكم العالمي تايسون فيوري. القصة بسيطة وليست بتلك القصة المعقدة، عبارة عن عصابة اللي هم أولاد رزق كيف يذهبون لسرقة ساعة تايسون، يذهبون ليسرقونها من المملكة العربية السعودية خلال حضوره في إحدى المباريات، وكيف يعني بعد ذلك يعني يضحك عليهم أو يأخذون زومبا، وبعد ذلك كيف يستطيعون أن ينتقمون من ذلك الشخص الذي خدعهم، وبعد هيك توتة توتة وانتهت الحدوتة يعني. وحتى كأنه في الأخير يأتي اللي هو رئيس العصابة الغول، يأتي ليلتقي بأولاد رزق، وكأن هنا تمهيد، وهناك إشاعات أو هناك بعض الأشياء أن هناك سيكون يعني جزء رابع. الهدف الأول والأخير يعني، وكما أعلنه بكل وضوح أنه المستشار السعودي تركي آل الشيخ، أعلن أن الهدف الأول والأخير من هذا الفيلم هو التسلية والترفيه، يعني لا غير، يعني لا يوجد هدف فني، لا يوجد هدف سينمائي. والذين يذهبون ويحلون ولو عدنا ولو كذا إلى هذا سنجد أنه فعلا هذه الفيلم أنتج من أجل الترفيه. تركي آل الشيخ طبعا هو مهندس الترفيه والتغييب والتنويم للشعب العربي السعودي، وهو جزء من سياسة حقيقة، سياسة يعني سعودية وسياسة خليجية. هون هذا الفيلم يقول نريد أن نخلق سوق ترفيهية، يعني نريد أن نخلق بهلوانيات، يعني نريد أن نخلق أعمال تشبه البهلوانية. أنا عندي فلوس فأنت تعال ضحكني، يعني تركي آل الشيخ يقول بكل وضوح للسينما، لكل السينمائيين أو حتى أولئك. مثلا نجد أن يعني في مسرحيات ونفس الشلة هذه اللي ذكرناها موجودة في هذا الفيلم وفي أفلام عديدة، اللي هم الآن البارزين في المشهد السينمائي أو المشهد التلفزيوني والدرامي، هم نفسهم يأتون إلى الخليج كل عام في خلال المعارض أو في خلال مهرجانات الترفيه، سواء في الرياض أو سواء في دبي، أو سواء هم يأتون حتى يعملون مسرحيات خاصة من أجل إضحاك الشعب السعودي والشعب الخليجي. يقول لك والله يا أخي ناس هذول عندهم فلوس وعاوزين واحد يضحكهم، يعني شنو؟ فأنا أجي وأروح أضحكهم وانتهى الموضوع، يعني لا مسألة فن، لا مسألة إبداع، لا مسألة واقع. يعني هون نحن مع تسلية محضة، بعيدة عن الواقع، بعيدة عن الفكر والفن، لأنها أساسا حاجة غير مطلوبة. يعني هنا تركي آل الشيخ وكذلك يعني الكثير من المؤسسات الخليجية عندما تبتدع مهرجانات أو تبتدع فعاليات ثقافية أو فعاليات فنية أو معارض أو كذا، هي تريد الترفيه حقيقة، هي لا تريد فكر، لا تريد فن، لا تريد يعني. كلما أنت كنت إذا كنت مبدعا وإذا كان عندك فكرة فنية فحقيقة لا تذهب إلى الخليج، ولكن اذهب إلى مكان آخر أو أنتجها بنفسك. الخليجيين لا يريدون حقيقة، لا يريدون هذا الشيء، لأنهم هم لي يعني. وطبعا هذه المسألة ليست يعني إنها
يعني سذاجة منهم، وليس إنها معنى إن الناس هذول عندهم فلوس وقاعدين يضحكوا ويريدوا يضحكوا ويرموا بفلوسهم. لا، الحقيقة، وإذا عدنا إلى هذا الفيلم وإلى غيره من الأعمال، سواء الفنية سواء المعارض سواء حتى المهرجانات والمسابقات في الرواية في الأدب في الشعر في الكلام الفارغ، هذا كله هم يفعلون ذلك فقط، يعني ليس إن عندهم فلوس وعاوزين يبعثروها أو كذا، لكن هي حاجة، أعتقد حاجة وضرورة سياسية موجودة الآن، وهي تحذير أيضا لخطوات انفتاح قادمة لخلق رفاهية بلا فكر، سينما بلا فن بلا مضمون، أدب ورواية وقصة وشعر بلا أفكار يعني. فهاي يعني مسائل كلها تذهب تحاول تنويم أو نجاح تنويم الشعوب وخاصة الشعوب الخليجية، ولكن طبعا لا يمكن أن يتم تنويم الشعوب الخليجية إذا كان مثلا شعوب مجاورة في تنوير فيها، يعني إذا كان في الأردن إذا كان في العراق. لماذا الآن مثلا يعني ممكن أن يكون عملا تافها يعرض في العراق أو في اليمن أو في مصر ستجد له دعما خليجيا، بينما عملا إبداعيا لن يجد عملا إبداعيا. كاتب تافه سيحصل على جوائز، صناعة أسماء في عالم الأدب في عالم الفكر في عالم الفلسفة حتى يكونون هم قريبين من السياسات الخليجية أو موجهين منها، يعني يحركونهم يعطونهم الجوائز. والله حتى أنت عاوزين فلسفة، خلاص راح نعمل لكم بيت الفلسفة، عاوزين قصة قصيرة راح نعمل لكم بيت القصة القصيرة، عاوزين شعر راح نعمل لكم بيت الشعر، تعالوا احنا يعني عندنا فلوس، سواء في الإمارات في قطر في دبي في قصدي في السعودية، احنا عندنا فلوس بس نريد، يعني نريد نوع ما. لا يمكن أن تنجح الشعوب الخليج بتنميمها أو بتخديرها أو بجعلها يعني تذهب تضحك تفرفش تنبسط، بس بدون ما يخرج الشخص لديه مثلا فكرة عن الواقع الاجتماعي عن الواقع السياسي، وخاصة إن احنا في هذه المنطقة الآن مثقلة بالأحداث السياسية العميقة والأزمات المربكة، غزة الناس كل يوم تموت الجوع الكذا والهاشتاجات، هم ما يريدوا الكلام هذا، شو دخلنا بغزة وهاشتاجات والناس تجوع و2 مليون يحاصروا الناس في اليمن يجوعون و15 أو 20 مليون شخص تحت دائرة الجوع، السودانيين قاعدين يقتلوا بعضهم، أنا ما لي دخل، يقول لك أنا عندي فلوس وعاوز أرفع شعبي وعاوز شعبي يضحك عاوز شعبي يتسلى وعاوز شعبي ما يكون ما يأتي يناقشنا ويقول لي والله يعني جيراننا كذا ولازم السلام. لا يمكن أن تنجح هذه التنميم لهذه الشعوب وخاصة الشعوب الخليجية دون أن نخلق تفاهة في مصر، لأن الشعب المصري يعني أولا من ناحية عدد السكان من ناحية التأثير من ناحية العمق الحضاري من ناحية العمق الثقافي من ناحية يعني كمية المبدعين والمنتجين الثقافيين وكذا في مصر ضخمة، يعني أنا قلت يعني حتى في أكثر من لقاء كل شعراء وأدباء وفنانين وسينمائيين الخليج يعني هم يعني باعتبار أمام الكم الموجود أو أمام المبدعين مثلا في مصر يعتبرون مثلا يعني عبارة إنهم فرقة صغيرة مقابل هذا الكم الكبير، يعني ما يساوي يعني شيء حتى قدام يعني الناس في العراق مثلا أو في يعني في الأردن أو في المغرب أو في تونس، لا شيء يعني بعدد الناس الذين هم يحبون ممارسة الفن مثلا أو ممارسة الإبداع أو ممارسة الإنتاج الأدبي، يعني قليلين جدا من ناحية العدد. إذا لا يمكن أن ينجح ولا يمكن أن ننجح في تخدير الشعب السعودي أو الشعب الإماراتي أو الشعب القطري أو البحريني أو العماني، والعمانيين الآن داخلين ما شاء الله في مرحلة التنويم ومرحلة التغييب ومرحلة الكذا، يتبعون أعتقد الآن في خطوات كثيرة جدا أنها تتبع نفس السياسة الموجودة في الإمارات في قطر في الخليج العربي أو قصدي في السعودية. يعني مصر لازم أن تكون متنومة، ومصر لازم أن يكون أن تهدم الصناعة السينمائية الفكرية الأنيقة، يعني احنا الان ونحن نشاهد ونرجع لافلام العشرينات افلام الثلاثينات في مصر ونقعد فيها ونضحك، يعني حتى افلام اللي هي اكثر من بساطه افلام يعني في غايه البساطه او في كوميديا محضه وخفيفه خفيفه جدا، لكن حقيقه عندما تشاهدها ستقرا قليلا من الواقع، ستقرا شيئا من الفكر، ستقرا شيئا من الفلسفه، سيتعلق في ذهنك حوار، سيتعلق في ذهنك يعني إبخاز، يعني أو لا عبارة فلسفية أو
عبارة لها معنى ولها أصل ولها يعني منشط إبداعي. هنا الفيلم وغيرها من المنتجات اللي هي سواء منتجات أدبية، رواية، شعر، ديوان، معارض كتب، مهرجانات مسرحية، مؤسسات للدعم الإنتاج المسرحي، لإنتاج الأغنية، لكذا، كلها موظفة للتخفيف من ثقل ما يحدث في المنطقة والعالم. ما يحدث في المنطقة يعني هزة عظيمة، زلزال ضخم جدا، خاصة يعني نحن الآن نعيش مقارب سنة إلى شوي مع أحداث غزة، وقبلها أحداث اليمن، وقبلها أحداث الموجودة في السودان، وهناك متغيرات عالمية تحدث حولنا. يعني إحنا على أبواب الآن يعني ربما صعود اليمين المتطرف في أغلب الدول الأوروبية، صعود اليمين المتطرف الموجود في أمريكا، سياسات ومتغيرات سياسية ضخمة. فهون في أحداث هاي السياسيين هون يقول لك والله خلينا أرحم شعبي، ما أريد شعبي يفكر بالسياسة، ما أريد شعبي يقول ثلث الثلاثة كم، أنا بدي ناس تستلم رواتبها تروح تبحث عن الأكل والشرب والترفيه، وإزاي تدفع فاتورة الكهرباء والمي، وإزاي الواحد ممكن يعني إذا قدر له أن يذهب ويسافر إلى دولة من الدول اللي هي يعني للسياحة. يعني ما أريد الناس إنها تفكر، وناس بدها تبدع وكذا، ما أنا ما بدي، أنا بدي بس بدي كذا. وفي تحذير يعني، يعني مثلا في هذا الفيلم على سبيل المثال سنجد الكثير من المشاهد اللي هي مشاهد تناول الخمر، مشاهد البارات والكباريهات، يعني حتى هم يصورون مصر كأن هذه البلد اللي هي كل ما تروح الشارع بتحصل كباري، كل ما تروحش يعني تلتقي بوحدة بتحصلها عاهرة، كل ما تشوف واحد بتحصله حرامي أو قواد. يا أخي يعني مو مصر هذه، أنتوا تحكوا عن مصر أخرى تتمنون أن تكون، مصر أخرى تريدونها أن تكون، ليست مصر هذه. مصر العمق الحضاري والعمق الإنساني وكذا ليست هذه. هو يريد أن يقدم أو يريد أن تكون مصر هي هذا الشيء، أنا بدي مصر كل ما أخرج أجد قواد، أجد حرامي، أجد عاهرة، أجد كباريه، أجد خمارة، أجد ناس يتعاركوا، مكان للملاكمة ومكان للعنف ومكان للكذا. ما هذه الذي يعني هذه الأمنية التي يتمناها أعتقد، والذي يسعى إليها أو تسعى إليها السياسة الخليجية بما تفعله من، لأنه يعني هذا العمل ليس عملا ساذجا حقيقة، وليس يعني آل الشيخ والمملكة السعودية وهيئة الترفيه ترمي ب 12 مليون دولار يعني من أجل لا شيء، من أجل أن يضحكوا فقط لمدة ساعة أو ساعتين. هم راح يضحكوا لمدة، هم أولا راح يشغلوا الشعب بتاعهم عدة أشهر، هاشتاجات، ترندات، لقاءات، عندهم 50 60 70 100 قناة، عاوز هذا القناة شوية تلتقي بهذا، شوية تحكي مع هذا الممثل، شوية هذه ما شاركت، شوية هذه. وإذا لاحظنا أيضا يعني قبل إنتاج هذا الفيلم عفوا الكثير من التكهنات، سيشارك فلان، لا فلان ما راح يشارك، فلان راح يشارك، وهاي البرنامج الثقافي، وهذا المرة برنامج صباح الخير، وهذا برنامج مساء الخير، كلهم يحكوا عن هذا الفيلم ولاد رزق باعتبار كذا. والآن كل النقاد لما يأتون يركزون يقول والله هذا يعني باردة أو بارزة أمل أو ظاهرة أمل لخلق أو صناعة السينما المصرية، إحياء صناعة السينما المصرية من جديد، والتي كانت السينما المصرية تمثل يعني هي كانت الجزء الثاني بعد صناعة أو بعد تصدير القطن، كان يعني تابعة لوزارة الصناعة، تابعة لوزارة يعني تستفيد منها دائرة الضرائب، تستفيد منها وزارة المالية، تستفيد منها يعني كله وزارة السياحة. فهم عاوزين مصر مختلفة، وعاوزين اليمن مختلف، عاوزين المغرب مختلف، عاوزين تونس مختلفة، عاوزين العراق مختلف. يعني هم يعني هذا ما يتمنونه الموجود في هذا الفيلم. حقيقة ليس يعني فعلا ساذجا، وليس تركي آل الشيخ شخص غبي قاعد يرمي فلوسه وقاعد يبعث فلوسه، والله الناس يقول لك والله هذا راجل بطران وقاعد، لا، راجل ينفذ سياسة محكمة، سياسة معدة، سياسة أعد إليها من فوق فوق، واستشاروا فيها، أعتقد أنهم دفعوا حتى يحصلوا على هذه الرؤية السياسية وهذه الخطوات آلاف الملايين، وليس أو مئات الملايين، من مستشارين، من علماء نفس، من كذا، من الولايات الأمريكية بدعم المخابرات.
يعني هم يريدون أن يفعلوا هذا الشيء، يريدون أن يجعلونه هيك. يعني أنا بدي أروح إلى مصر فأجد كل شارع سألتقي بعاهرة، سألتقي بحرامي، سألتقي برس، سألتقي بشحات، سألتقي بواحد يعني يمسح جزمتي. يعني هم يريدوا أيضا، يعني أنت هون أيضا يصوت ويقول لك أنتم يا فنانين يا مخرجين، سواء في المجال السينمائي، في المجال المسرحي، في الكتابة، في كذا، أنتوا عاوزين تعيشوا، أنتوا عاوزين نمنم، أنتوا عاوزين فلوس، ما عندي مشكلة، أنا عندنا الفلوس، عندنا الفلوس بالهبل، يعني مش فلوس يعني عادية، فلوس بالهبل. ولكن يعني وفق هذا الشيء، أنت روح اسمع لي رواية تكون مسروقة، تكون مضروبة، تكون كذا، افعل أو اكتب رواية لا معنى لها، ليس فيها فكر، ليس فيها فن، ليس فيها رجوع للداخل، ليس فيها محاكاة، ليس فيها نقاش مع الواقع. أنت بدك تقول شعر، قل شعر، اعمل تركيبات وجمل موسيقية واعمل شعر مش عارف هيك، أنت بدك تعمل قصة اعمل هيك، ما في مشكلة، بدك تعمل مسرح اعمل، راح نفيدك، راح ندعمك، راح نجيبك للمهرجانات بتاعتنا، بدك تعمل نقد تكون منافق، بدك كذا كذا، ولكن كونوا لنا، كونوا هيك. يعني انتوا تعالوا، انتوا ايها المبدعين العرب داخل الوطن العربي في المهجر، احنا اذا اردتم ان تعيشوا بدكم من فلوسنا، احنا ما عندنا مانع، ولكن تعالوا امسحوا احذيتنا، تعالوا امسحوا التراب اللي احنا نمشي عليه، تعالوا بوسوا التراب اللي احنا نمشي عليه. هاي السياسة ليست سياسة تركي آل الشيخ وحده، سياسة موجودة في قطر، هذه سياسة موجودة في الإمارات، سياسة موجودة في أغلب الدول الخليجية، هاي سياستهم يعني، وهاي السياسة اللي هو بحيث إنه يقول لك والله أنتوا قاعدين، يعني أي واحد بعد هيك يجي لك ويعمل لك بده ينتج شيء وفي فلسفة، يقول لك يا أخي شوف هاي واحد قاعد شقده، يعني مشهور وكبير وعظيم وكاتب عظيم جدا وتراجع عن كل مبادئه، هذا شاعر عظيم، شاعر يعني 90، صار عمره 90 سنة، الرفض والكذا والكذا، وجاء يأتي إلى الرياض وجاء يأتي إلى أبو ظبي ويبوس الأيادي ويبوس الجزمة. يعني حتى هذه كمان تحدثت في بعض الأفلام أو قصدي في بعض الفيديوهات، نكسر، تعالوا بنا نكسر، أو تعالوا بنا نشوه حتى هؤلاء الرموز القدامى الذين هم يعني واحد عمره 80 85 سنة، يا رب ايش قدرك راح تعيش، يخرب بيتك يعني في آخر لحظة، في آخر شيء، يعني تبيع وتيجي تلحس، وتيجي تلحس جزمة يعني شخص مدير بيت الإبداع، مدير بيت الفلسفة، رئيس مهرجان أو كذا كذا. فهذا الذي يريدونه. إذا سألنا مثلا هذا العمل، طالما أنكم لديكم هذه الميزانية العظيمة، لماذا لم يتم مثلا جلب ممثلين من أمريكا، وأن جبتوا خبراء من أمريكا وربما جابوا من كل الدول تقريبا، أغلب الدول، ربما من تايلاند، من الهند، من كذا؟ لا هم ما يريد، يعني احنا يعني هؤلاء الحرامية او هذه العصابة اذا كانت يعني مثلا جاءت وكذا، كان سيتولد معنى، سيتولد معنى وسيثير نقاشات، والله هذول الامريكيين والملعب السعودي والملعب الدول العربية والارض العربية يعني صارت ملعبهم، لا ما يريدوا هاي. لذلك تايسون هنا لا يتكلم، يعني تايسون هنا لا يتكلم، هو اخذ له مليون 2 مليون، انت تجيب تايسون وتقدر تجيب حتى 1000 تايسون، يعني امثال تايسون، انت تقولها تعال وانا بعطيك يعني كذا مقابل يومين 3 ايام 4 ايام، مشهد مشهدين، ما لم يتكلم، يعني لا احنا لا هنا لا نسمع له صوته، لا نسمع كذا، لسنا هنا في سنعيش معه، سنعيش في شخصيته، سنلاحظ مثلا الدلالات الموجودة والكذا والكذا، كله كلام فارغ. الخوف من إنتاج معاني ومضامين، لذلك اختاروا تايسون وجعلوا تايسون لا يتحدث، لا يتحدث، مجرد ضحية، هو حتى كذلك مجرد ضحية، وحتى يعني الأمريكيين مستحيل أنهم أيضا يقبلوا بسيناريو مثل هذا النوع، لأنهم يفهمون أن هذا يسيء إلى سياستهم، لأن هذا قد يفهم وقد يجلب عليهم بعض الإشكاليات. لذلك هم يعني ممكن يحضر واحد ضيف نجم يجي يتصور ل5 دقائق او 10 دقائق، يوم يومين، يستلم له شنطه شنطتين فلوس ويروح، يعني ما عنده مشكله. فهون اذا لسنا هنا امام حقيقه لا معنى ساذج، لا مال يهدر في لا شيء، بل خطط سياسيه مدروسه جدا ومطلوبه جدا في هذه المرحله، وممكن ينتجوا اولاد رزق 4 او 5 او 6،
طالما إنما توجد هذه الأزمات الموجودة، الأزمات السياسية الموجودة، وهم يعني يجب يحتاجون أنهم يتأكدون أنه أن أصبح لدينا مثلا شعب مصري يحب التفاهة، شعب أردني يحب الفراغ، شعب عراقي يأتي ويتسول مبدعيه إلى المؤسسات الخليجية، مبدعين يمنيين يأتون ليبوسون الجزمات من أجل 10 ولا من أجل 1000 ولا من أجل 500 دولار. فهذا الذي يحتاجونه. حتى هذه مؤسسات عريقة جدا كنا نحترمها ونحبها، ومهرجانات في تونس، في المغرب، في الجزائر، وشخصيات عظيمة في بلاد المهجر، كلهم يأتون ليركعوا ويبوسوا الأيادي من أجل كل واحد يحصله على حفنة هيك. فهون إذا لسنا، إذا نريد، أو حتى تركي آل الشيخ وقالها بصراحة، نريد ترفيه محض، إحنا ما لنا دخل بالواقع، إحنا عندنا خيال وعندنا ترفيه محض. إذا نحن نريد هذا، نريد أدب وفن عربي مفرغ من الداخل، لا تقول لي لا فلسفة، لا تقول لي استرجاع، لا تقول لي شكل لوني، لا تقول لي شكل سردي، لا. الكلام ده ما يعنيني. يعني يريد الكل، يأتي عليكم أن تأتوا جميعا زاحفين لتقديم الطاعة والولاء والتهريج، كونوا مهرجين وكونوا بهلوانيين، يعني صم بكم عمي هيك، بس تأتي وتضحكني، وتأتي وتذهب أيضا لتضحك الناس في غير مكان، وتتحدث، يعني تتحدث بشكل تحريجي، يصبح يعني سقوط القيم وسقوط الأدب وسقوط الفكر، سقوط الأساليب السردية، كل الكلام ده واللي احنا نقوله في الندوات، ونقول الإبداع والسرد والمخطط والكذا، ده لا يعنيهم، هذا لا يعنيهم، لا يريدونه. يعني اعمل لي شكل اللي بدك اياه، المهم أن تكون. إذا نحن أمام حقيقة مخطط يعني عالمي، برغبة خليجية، سعودية، قطرية، إماراتية، ده لا يمكن أبدا أن نفيه. مخطط مدفوع قيمته من مفكرين أعتقد أوروبيين، مفكرين عالميين يعني في أمريكا وكذا، بحيث أن يكون أو نخلق هذا الفراغ الموجود، أو نخلق هذه الذي يعني بحيث نحن نكون سياسة، وتظل الكل يعني لا يعترض، ارفع سعر الخبز لا أحد يعترض، قطع الكهرباء ولا أحد يعترض، هاي كلها الفلوس راجعة راح ناخذها منكم يعني على فكرة يعني. فهون بهذا يعني جعلنا هاي نحن شعوب من الكدورة اللقمة، وعندما نجد يعني متسعا من الوقت سنذهب للتهريج، سنذهب للضحك نصف ساعة ربع ساعة. ففتح سوق التهريج حقيقة عربيا عبر هيئات ومهرجانات خليجية الآن على قفا من شيء، الآن موجودة ومرغوب، والمسألة ليست يعني ليست، لا أنت ما تحتاج أنك تصير مبدع، أنت محتاج أن تفهم يعني هذا المهرجان أو هذه الهيئة أو هذه المسابقة للرواية، للقصة القصيرة، للشعر، ماذا تريد، وعليك أن تنفذ ما تريد، عليك أن تفعل، أن تخلق هذا، وأنت بتحصل على جائزة. إذا عودة إلى الفيلم، الفيلم هو شكل من أشكال الفيلم، الأكشن، أكشن محض. طبعا إحنا إذا جينا إلى المخرج اللي هو طارق العريان، طارق العريان معروف جدا، يعني هو كمخرج ومن بدايته يعني فيلم الإمبراطور كان مسروق من فيلم أمريكي محض. يعني طارق العريان شخص يحب الاستنساخ، الاقتباس، السرقة من أفلام عالمية، وهو عندما يقول لك إيش، يعني أنا شفت في أحد الحوارات له يقول لك لا توارد خواطر، يا شيخ إزاي توارد خواطر، أنت يعني الفيلم اللي أنت أنتجته كان اللي هو الإمبراطور، أنتج في تقريبا 1983، وأنت أنتجت فيلم الإمبراطور في 1990 في نفس الشكل، نفس اللقطة، نفس يعني عندما تعودون إلى الفيلمين، وهذا سنريد له أيضا يعني حلقة خاصة حول السرقة السينمائية التي يمارسها طارق العريان. فهم إذا يختارون أمثال طارق العريان، ويحبون أن نكون جميعا أمثال طارق العريان. يعني لو لاحظنا ولو أردنا أن نعود إلى هذا الفيلم حقيقة لقطة بلقطة ومشهد بمشهد، ونعيد أن نحلل له ونعيد مذكرتنا، أو نبحث في الإبداع أو فيما أنتج مؤخرا حتى في خلال ال5 سنوات أو ال7 سنوات السابقة، سوف نجد هذا الكم الكبير. يعني مطاردات السيارات، مطاردة الدراجات النارية،
هاي مأخوذ من فيلم مثلا بتحصله مثلا كوري، هاي اللقطة مأخوذة مثلا من فيلم مثلا أمريكي، هذه اللقطة مأخوذة من فيلم إنجليزي، هذه اللقطة مأخوذة من كذا كذا. يعني الراجل عمل تحبيشة، يعني تحبيشة حلوة جدا من يعني من التقليد. هو ما في يعني حتى المنفذين هم المنفذين ليسوا أجانب. الناس اللي يقول لك والله انعاش للصناعة السينمائية المصرية، يا أخي اللي يشتغلوا هم 10 أو 15 أو 20 شخص في هذا الفيلم، وهم البضاعة المرغوبة أساسا. هذول كلهم الممثلين 25 30 شخص، هم الناس الذين يحجون إلى الرياض كل موسم، الرياض كل مهرجان ترفيهي، هم هذول جماعتهم. يعني وين الإنعاش الصناعة؟ يعني كم الذين استفادوا من هذا أو من هذا الفيلم؟ مثلا أيادي عاملة اشتغلت، كومبارس كان مثلا، لو كان في كومبارس في 1000 2000 كومبارس مثلا موجود مثلا وصورة مثلا في مصر، وقلنا والله أوكي، في الآن في عجلة، في كومبارس، في ناس، في فنيين، في منصفين، في كذا في كذا. لا حقيقة ال20 25 أو ال30 اللي هم الآن يشتغلوا في السينما، يشتغلوا في الدراما التلفزيونية، يشتغلوا في المسارح الترفيهي أو الفكاهي اللي يأتون. يعني حتى أن مسرحيات تخصص تنتج وتيجي تعرض فقط في الرياض، ما ينتجوها، تروح إلى مصر بدك تعرضها. لا يزال الشعب المصري في عنده نوع من الثقافة، راح يضحك عليهم أو راح يعني راح ينكشف عورتهم. لكن أنت تأتي في الرياض ويعملوا لك يعني 2000 3000 مسرح يتسع، بحيث ان الناس عاوزه تهريج، والناس لسه جديده على التهريج ولسه جديده على الانفتاح اللي هو الترفيه. يعني الناس كان مغلق عليهم نصف، يعني جد صار لهم 100 سنه تقريبا مغلق عليهم، والان يعني انفتحت لهم ابواب الضحك وابواب التهريج، فبده هيك يعني شو بدك يعني. فاذا احنا مثلا اذا جينا هون مثلا سنجد ان الناس اللي يتحدثون مثلا عن انه فتح وابداع وكذا، والنقاد طبعا ينحرجوا في هذه الوضعيه. ففي ناقد مثلا طارق الشناوي اول مره قال مش عارف ايش هذا فيلم بايخ مش عارف ايش، بعدين اعطوه بم، يلا يا طارق الشناوي شلون ليش تقول الكلام ده؟ فيقول لك لا والله هذا الفيلم فتح عظيم من فتح السينما المصريه، والدليل على ذلك انه كسر الشباك، كسر الشباك او عمل اللي هو جنى يعني الرقم القياسي في التذاكر والإيرادات والجمهور اللي دخلوه. طبعا دي شيء سهل يا جماعة، لو تتذكروا فيلم الكونفوش هذا أو الكونفوش، فده دعاية صار لها سنة كامل تقريبا، دعاية ليل ونهار وتراندات وقنوات، ما شاء الله قنوات الخليج العربي معك 200 قناة، والترندات على الفيسبوك والترندات على تويتر وعلى التيك توك والجماعة المدونين. بهذه الدعاية كلها استطاعوا فعلا أن، ولكن طبعا احنا كثير من الأفلام نجحت تجاريا ولم تنجح بعد ذلك إبداعيا أو الناس نسوها. الآن بعد شهر شهرين ممكن يتسرب الفيلم، ممكن يعرض الفيلم على عدة منصات وبعد خلاص يعني ينتهي، يعني شلون يعني يصير حتى يعني بينتهي تماما بعد هيك يعني. فليس بذلك الفيلم إذا أردنا هو، إذا أردنا أن نحاكمه سنجد، إذا أردنا أن نشاهده مثلا سنجد كل لقطة لها ديكورها الخاص، كل لقطة لها يعني شيء، يعني بدهم الإبهار الصوري. ولكن المشكلة إنه حتى فنيا يا أخي، أنت ممكن أنت لو كان يعني شوية إبداع، حتى اشتغل مثلا المخرج مثلا على التشكيل مثلا، إنه يخرج يعني هذا في اللقطات وفي الديكور بيكون يعني بمثابة ممكن تناوله كشكل فني، يعتمد على الإبهار الصوري، يعتمد على الديكور، البراعة في الديكور. الديكور كله يعني طبعا هو لا ينتمي إلى الواقع، وكل ما هم كما قلت ليسوا محتاجين ولا يريدون أن يحدثوا نوع من الكيمياء بين هذا الفيلم وبين الواقع، لكن هم هذا الشيء يتمنوه. أنا بدي أذهب وأذهب إلى مصر وأجد هذه اللي هو هذه الكبريهات التي تشبه، حتى ليست الكبريهات الموجودة في أمريكا اللي فيها الرقص العاري، ذلك حقيقة كبريه رقص عاري، لكنك لا تستطيع أن تمس رقصة، لا تستطيع، يعني في حرمة الجسد، في مناخ معين لك، حدود أنت كسبكتاتور، يعني ليست هذه تقدم فنا في ضوء وفي جسد إنساني وفي رقص وفي تعري، لكنك مستحيل أن تمسكها، مستحيل يعني مستحيل، ليست يعني ليست هذه أوكار دعارة
يعني كثير في موجود. أنا مرة وكنت في أسبانيا وموجود يعني في بار في راقصة وترقص بجسدها مع الضوء وتتعرق قليلا، لكن تتقدم يعني هي باعتبارها ترفيه أو فن أو كذا، لكنك لا تستطيع أن تلمس ظفر منها في مساحة بينك وبينها. وهذه موجودة في أمريكا، في مساحة بينك وبينها، لا مستحيل، ليست مصر هي. هم يعني هذا لما يجي أحمد عز ويقول والله الحوارات وأنت تعترض الحوارات، إحنا كشباب والشباب المصري يتكلم هيك، مستحيل يا أخي، كيف زي الشباب المصري بالشارع المصري يتكلم بهذه الوقاحة؟ إحنا نكتب ونحب نكتب عن الجنس، أنا من الناس اللي يحبوا أكتب عن الجنس والتعري وحتى الممارسة وممارسة اللذة ولحظة ممارسة، لكن في معاني نستطيع أن نستوحيها. عندما تصور هذا المشهد الجنسي، هذا التقارب يعني في روح مع روح، جسد مع جسد، سواء أنت تستطيع أن تعمل برودكسيون، برودكسيون ديستاتيك يعني بمعنى الإنتاج جمالي شكلي في الشكل، أو تستطيع مثلا أن تعمل برودكسيون ديستاتيك في شيء آخر اللي ما هم يسموه سبيرتويل، يعني حاجة روحية في دلالية في كذا في فكرة في شيء معين. يعني التعري ليست هو ذلك الشيء، فهم يعني هم يريدون أن يصوروا لنا، يريدون أن يصوروا أمنياتهم لأن تكون هذا الواقع العربي. أنا بدي أسافر إلى مصر وبدي أفعل هيك، يعني بدي أكون بدي أنتو يعني هاي الرقصة وزي هذه، يعني حتى يعني الكلام يعني حتى ما بين الأزواج، يعني إحنا معقول كمصريين أو كعرب يعني وانت زعلان والزوجة تعرف انك ذهبت وخنتها وهيك، بعدين تقول لك انت عاوز اريحك، العاهرة تقول لك انا عاوز اريحك، انا عاوز امد لك اعصابك، يعني كلها 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 كلام، يعني كل الحوار يعني كل تقريبا لا يوجد، لا تستطيع ان تستنبط يعني عبارة حكمة، لا تستطيع ان عبارة تحكي عن الواقع، عبارة فكرية، عبارة فيها شعرية، فيها فنية، مشهد، في إنتاج اللقطات يا جماعة، حتى اللقطات حتى الكومبوزيسيون بتاع اللقطات، يعني لا يوجد في لقطة أنت تستطيع أن توقفها وتتأملها بحيث أن تستطيع أن تقول والله نحن هنا مع الكومبوزيسيون أو اللقطة أو الميزانسين، يعني في جانب تشكيلي رغم أن عندك إضاءة حلوة وعندك تقنيات قديرة وعندك ديكور ضخم جدا، لكن هذا الديكور رغم أنه غريب ورغم أنه لا يعبر عن هذه المنطقة، حتى هذا الديكور أنت تبتعد أو تحاول ألا تجعله ينطق بفكرة، ينطق بمفهوم، ينطق بفلسفة، ينطق بمعنى حتى ولو معنى صغير. فهذه هي حقيقة أو هذا الفيلم أنتج لغرض معين، وهناك أفلام كثيرة، يعني هو بوابة، هو عبارة أنه فتح لنا بوابة، احنا اشتغلنا واشترينا نجوم الكرة الأرضية كلها كرة القدم، واحنا الآن سنشتري اللي هو نجوم الفن كله في العالم، نستطيع أن نشتريهم ونأتيهم إلى الخليج ولكن ليفعلوا لنا هذا الشيء. يعني أنا مو أننا والله بجيب مفكر من الولايات المتحدة الأمريكية وبجيب مفكر من روسيا وبجيب مفكر مثلا من الصين، وحتى هاي الكلاوات والمؤتمرات اللي يعملوها، الحوار الحضاري، التبادل الثقافي، النسق الثقافية الجديدة، الكذا، كل هذا كلام فارغ، كل هذا يعني عبارة إنه يعني هم يعني هاي لما يجيبوا هذول هم لا يحتاجوا، هم يعني الأموال هذه العائلة بالآلاف وآلاف وآلاف المليارات ليست يعني مخصصة لإنتاج إبداع إنساني. ممكن والله بعد 20 30 40 سنة مثلا سنقول والله أنتم لما تشوفوا التاريخ الحضاري العربي، وستجد أن مثلا ربما أحيانا أحد الولاة أمير تاجر ودعم مثلا مفكر، دعم مثلا شاعر، كان يصرف عليه. أوكي، ممكن أنت أن تصرف على شاعر، أن تصرف على مفكر، أن تصرف على روائي، تدعمه بالمال، كله يلا أنا بعطيك الفلوس وأنت اكتب اللي بدك إياه. يعني. ونتج عن ذلك الآن، إحنا الآن لولا هذا أو لولا هذا أو يعني ذلك الشيء، النتج إنه في عندنا أفكار متعددة، هذول الناس كانوا مؤمنين بالمعتزلة، هذول الناس كانوا معتزلين مؤمنين بالرافضة، هذول كانوا بالظاهر، وهذول كانوا بالباطن، وهذول الباطنين، وهذول الفلاسفة، وهذول
اللي هم أتباع أرسطو، وهذول أتباع سقراط، وهذول أتباع يعني. فولد لدينا كثير من الآن في التراث العربي من المشرق إلى المغرب العربي. هذا تعال أنا بعطيك فلوس وأنت ترجم لي مثلا من الفارسية يعني إحدى الأعمال، أنا أعطيك فلوس وأنت ترجم لي من اليونانية أحد الكذا كذا، أنت من الهند أنت لي كذا كذا أو ترجم. فصار لدينا تراث أو لدينا تراث إنساني. لكن هون إحنا بعد 20 25 سنة لن يكون لدينا مثلا، ونحن سنتحدث مثلا ماذا حدث أو ما هو الإبداع أو الإنتاج الثقافي أو الإبداعي أو ما هو المساهمة الحضارية اللي إحنا حضرنا. طبعا هذا الفيلم، من أمثال هذا الفيلم، ليس مخطط له أن يكون لا في مهرجان كان، وممكن يعرضوه بفلوسهم في مهرجان كان وفي مهرجان برلين بفلوسهم، يعني ما في مشكلة. هو لكن هو حقيقة مخطط أن يعطي إنه شهرين 3 4 شهور أن ندفع 12 مليون لا تعني شيء، بحيث أننا يعني أجعل الناس ينشغلون بهذه القضية، لا يكون لغزة، لا يكون لليمن، لا يكون للسودان، لا يكون لليبيا، ولا يكون لشيء. يعني أنت تعال اضحك وانشغل وهيص مثل ما تقول أو مثل ما يقولون. وهاي يعني مبلغ يعتبر بسيط جدا، يعني 12 مليون. فاحنا لا يعني حقيقة الناس اليوم متحمسة، وسيكون هناك إنتاج عربي عالمي، وكاميرا وحيدة هي الكاميرا الوحيدة من ضمن 40 كاميرا. صح أنت تملك الفلوس وتستطيع أن تأتي بتقنيين من كل أنحاء العالم، لكنك أنت تجعلهم، وأنت لست يعني الناس اللي هم هذول يقول لك والله ينتقدوا هذا راجل قاعد بعت فلوسها، والسعودية قاعدة، لا السعودية لا تبعت فلوسها، قطر لا تبعت فلوسها، الإمارات لا يبعثون فلوسهم. هم يعرفون ويريدون ويخططون، ومخطط لهم أنتم كذا كذا، وأنتم ليسوا فقط مثلا خلاص هذه شعوب صامتة، وهذه هون مشهد ثقافي له مميزات خاصة المشهد الخليجي، لا لازم تعم اللي هو هذه المواصفات الموجودة، يجب أن تعم في مصر، يجب أن تكون عامة في بغداد في اليمن، في كل المبدعين يجب أن يكونوا أو أن يعملوا بهذا النسق. هذه أمنية من أمنيهم إن شاء الله لن تتحقق، طالما يكون هنالك إبداع، وطالما أن هنالك فكر، وطالما أن هنالك من لا يبيع. من لا يبيع؟ طارق العريان، يعني ليس ذلك المبدع وليس ذلك العبقري. طارق العريان شخص يعني كمخرج معروف بسرقاته الكثيرة، معروف إنه يعني لا يحب أن يتخيل، لا يحب أن يبدع، وهم الناس هم هذول لا يريدون إلا مثل أمثال طارق العريان. طارق العريان يأخذ والله يشوف مشهد من هون، لقطة من هنا، من فيلم تركي، من فيلم تايلاندي، من فيلم كوري، من فيلم أمريكي، من فيلم كندي، يشوف له 20 25 30 فيلم، ويأخذ يعني من الأفلام الأكشن من هذا. فليس هنا تأثير ولا تأثر، قصدي مثلا في ناس يعني مثلا أفلام ستجدها فرنسية لكنها يعني متأثرة مثلا بهيتشكوك، في واحد مخرجكم متأثر فيحاول أن يتأثر أو أن يخلق هيتشكوك جديد، بحيث أن يكون له حياة لهيتشكوك. جميل أن يكون هيتشكوك كان سابقا، كان هيتشكوك المدرسة الهيتشكوكية أن تستمر. بازوليني تمام، حلو جدا، في ناس تحب أو تعمل على وفق هذا النسق. فهذا يختلف عندما أنت تتأثر، وتتأثر بفكر، وتتأثر بفن، تتأثر بأسلوب، وأيضا تقدم يعني نماذج جديدة، بحيث أن هذا أسس أولئك مثلا المخرجين العالميين أسسوا مدارس. لكن هذا طبعا يأخذ لك، طبعا هو يأخذ الأفلام الدرجة الثانية وأفلام الدرجة الثالثة، وحتى إذا أخذ من الدرجة الأولى بالقطارة يعني، وبعدين هو خلص يعني ما هو يعرف إنه هذا العمل سيكون يعني على المستوى المحلي وعلى المستوى العربي، لا هو بده يروح يعرضه في أمريكا مثلا، ولا هو راح يكسر شبابيك أو الصالات في فرنسا ولا في إيطاليا ولا في الولايات المتحدة الأمريكية. لا ده كلام يعني مستحيل، وده كلام هم ما يريدونه. هم لا لسنا نحن هنا بإطار إنتاج ثقافة عربية تذهب إلى العالمية، أو إنتاج أفلام إبداعية تذهب إلى العالمية. لا هو يقول لك بالضبط يعني تركي آل الشيخ بدي أطلع، بديك تسليني هيك، وبديك تسليني، ما بديك تدوشني بأفكار، بديك تدوشني بكلام يعني بكذا، سليني خليني أضحك، خليني هيك أشوف لي حاجة حلوة، بنتين ترقص،
يعني حتى بالحوار، يعني تحصل واحد يحكي وواحدة هون وواحدة منهم، يعني حتى لا مبرر أحيانا مثلا لهذا كل هذا التعري، لا مبرر إله. يعني ثنتين بنات قاعدين يتضاربوا هما، أو في حلبة صراع وهما شبه عرياني، يعني ده يعني حتى ما فيش يعني إنك تقفز مثلا إلى الخيال. مثلا في الديني يشتغل على الجسد النسائي والأنثوي والخمر واللذة والجنس، لكن يشتغل عليها بفكر إنساني عميقة، يعني يعمل لك هيك أنت، يدخلك للخيال، يدخلك للحلم، يدخلك للا معقول، يدخلك إلا هيك. هون لا بدي لا معقول، لا بدي معقول، ما بديش أي شيء. إذا كنت معكم في هذه الإطلالة وهذا العمل، يعني سنسرف الوقت عندما حقيقة بدي أقول والله كذا، وهذه الشخصية تحليلها كذا. لا توجد، هي شخصية بسيطة، شخصيات جدا بسيطة، شخصيات لا تتطور، قصة لا تتطور، شخصية قصة مطروقة وعيدت إنتاجها بأسلوب جديد، الأسلوب السردي في نفس الله. واحد يقول لك هذا السارد العليم وهذا السارد الموهم وهذه التناوبات السردية، ما فيش داعي، ده كلام كثير، يعني كلام لا يتحمله العمل. العمل يعني شاهده، وإحنا مثلا الناس اللي متعودة على السينما ولا محبة للسينما وتشوف السينما كثير، يعني في اللاوعي وفي العقل بتجي لك المقارنات مع أفلام أخرى، فيعني حقيقة حتى المتعة أنت يعني تذهب منك. والله ده اللقطة دي أنا شفتها مرة في فيلم، والله اللقطة دي أنا شفتها في فيلم كذا كذا، اللقطة دي. فهون حتى المتعة حقيقة بالنسبة للناس اللي هم مثلا لديهم ثقافة سينمائية، أو محبين السينما، أو المخرجين الذين يعملون بالسينما، أو الناس الدارسين للسينما. والله واحد يجي لك والله قول لي تعال يا فلان واعمل لي مثلا دراسة على هذا الفيلم، شو بدك تعمل؟ شو يعني ده حاجة يعني يعني حاجة يعني خربانة خالص. يعني أنا كل ما أشوف لقطة أشوف أتذكر والله كأني شفت هذا في فيلم كذا، يعني بدي أستعيد. ما يشغلني المقارنة أو عقد المقارنة، الشاحنة الكبيرة وهي تضرب السيارات، الناس على الدراجة وهي كذا، وفلام والدوبلر، يعني ما يشغلني. نصرت وأنا أشوف، وأحيانا أوقف الفيلم يعني شوف إزاي، يعني شو يعني أنا قاعد يعني لم أستطع أو أحاول أن أندمج مع الفيلم، ولكن يذهب دائما خيالي في أفلام كنت شاهدتها وأود أن أتذكرها وأنا أعمل هذا الفيلم. حقيقة فيلم يعني خفيف وحلم، وفيلم نجح نجاحا تجاريا لأنه خطط له أن يكون هو فيلم تجاري وفيلم شباك. فإذا مرحبا بكم أيها العرب في سينما وفي فن وفي ثقافة بلا إبداع، في ثقافة بلا روح، في ثقافة تبوس وتقبل وتركع لتركي آل الشيخ وغير تركي آل الشيخ من عدد من المسؤولين عن المؤسسات الثقافية والفنية في الخليج العربي. مرحبا بكم إلى بيت الطاعة، هذا الفيلم يقول لكم كذا، مرحبا بكم إلى بيت الطاعة، في أن تكونوا مؤدبين، أن لا تقولوا فكرا، أن لا تقولوا فلسفة، أن لا تقولوا فنا، لا تشكيل، لا إضاءة إلا كذا، لا حركة كاميرا إلا دلالة مش عارف إيش ميتافيزيقية، لا تعمل لي مونتاج ورا مونتاج وبدك تشرح في المونتاج. أي واحد يجي لك والله أنا بدي أشتغل على المونتاج، وهي اللقطة القريبة جت بعد اللقطة، ده كل كلام هم لا يريدون، هم أنتجوه لهدف يعني معين وستتلوه أفلام وستأخذ أكثر من هذا الفيلم ضجيجا. حتى الآن كل الفنانين كثير يقدمون الطاعة، والله نحب إحنا نكون في فيلم رزق 4، ويقدمون السيرة الذاتية ويقدمون يعدون الصلوات اللي هم راح ينشدوها أمام تركي آل الشيخ، والقصائد الوصف والمدح. والله أنت أخرجتنا وأخرجت السينما المصرية من الظلمات إلى النور حقيقة، وكنا قد تحدثنا أكثر من ذلك. المال الخليجي للأسف الشديد قضى على السينما المصرية، يحاول أن يقضي ما تبقى من الفكر العربي، من الثقافة، من التأمل، من محاولة الإبداع. إحنا ما نقول إحنا مبدعين عباقرة ولا شيء، نحن نحاول أن نبدع، لكن هذا المال الخليجي الذي يأتي الآن من الخليج والذي يفعل، وهذا كنموذج صارخ اللي هو فيلم أولاد رزق 3، نموذج بحيث أنك تقول له أنت حمد عقل بدك فلوس، أنت ما تحصل بتاع الدخان بتاعك، بتاع الشاي، بتاع القهوة، بتاع كذا، بدك فلوس تعال افعل كما يفعل طارق العريان، اسرق كما يسرق طارق العريان،
كن يعني بهذه الصفات وبهذه كذا، ومرحبا بك سواء لحميد أو قبيلة، أي شخص في فرنسا، في بريطانيا، عربي، أجنبي، مش مهم، يعني لكم أنتم أن تكونوا في وفاة. ويقدم يعني حقيقة الآن هو دعاية، أو هو دعاية، أو هو يفتح الباب والمجال لمرحلة مهمة جدا قادمة. كنت معكم في هذه التأملات حول أفلام سينمائية عربية وعالمية، حميد عقبيد، شاو شاو.